السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سفيان من مدونة الخبير 24. مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة دروس مايكروسوفت أوفيس إكسل. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نكملوا الفورماسيون اللي كنا بدينا فيما يخص لا ميزون فورم كونديسيونيل. كنا ديجا تكلمنا على شنو كان بلا ميزون فورم كونديسيونيل، شنو هو الغول ديالها. شفنا بعض لي فونكسيون ديال هاد لا ميزون فورم هادي. دونك اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نكملوا النقطة ولا نكملوا البارتي اللي كنا يعني توقفنا فيها في الحصص اللي دازت. دونك فوالا، دائما غادي نحاولوا اننا نرجعوا دائما لنفس لو طابلو اللي ديجا كنا توقفنا فيه، وان شاء الله غادي نحاولوا اننا نمشيو للكوموند ديالنا اللي هي ميزون فورم كونديسيونيل اللي كتواجد لنا دائما كما قلنا في الجروب ستيل اي في لونجلي اكوي. دونك دائما الكوموند ديالنا كتواجد في لونجلي اكوي الجروب ستيل ابخي عندنا هنا لا كوموند ميزون فورم كونديسيونيل. دونك فوالا، كما اتفقنا دائما فباش تطبق لا ميزون فورم كونديسيونيل فانت ضروري كي خصك انك تسيليكسيوني يعني لي زانفورماسيون اللي بغيتي تطبق عليهم يعني هاد الميزون فورم كونديسيونيل. دونك ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا اننا نتكلموا على لا بار دو دوني. من بعد ما تكلمنا على لي ريغل دو ميزون سيرفيونس دي سيلول، تكلمنا كذلك على لي ريغل دو فالور بلو موان الفي. دونك ديجا اللي باقي عنده مشكل في هاد لي دو كوموند فما عليه الا انه يرجع للحصص اللي دازت، وخاصه الحصه 22 والحصه 21. دونك ان شاء الله اليوم غادي ندوزو كما اتفقنا الى لابار دو دوني. دونك لو رول ديال هاد لابار هادي هو انها يعني كتعطي واحد لا شارج يعني على حسب الكولور اللي غادي نختاروا هنا، يعني كتعطي لا شارج لي سيلول على حسب القيمه اللي كاينه في كل سيلول معين. فكلما كان العدد كبير كلما كان لا شارج ديال الكولور يعني كبير، كلما كان العدد قليل كلما كان لا شارج يعني قليل على حسب يعني لا سيليكسيون. دونك كيما لاحظت فاش ناخذوا مثلا الكولور الزرق، دونك لاحظوا ان لي سيلول يعني بداو كيتلونون هنا على حسب لا شارج وعلى حسب القيم اللي كاينين فيهم. دونك دائما على حسب الكولور اللي انت يعني غادي تختار. فباغ اكزومبل الا اختارينا هذا الكولور انا كنفاليدي عليه. دونك كيما كتلاحظوا يعني كيكون عندنا واحد لا شارج معين على حسب القيمه اللي كاينه عندنا في لا سيلول. دونك كلما كانت القيمه كبيره، دونك كيما كنلاحظوا هنا عندنا 11، هنا عندنا 3، يعني كلما كانت القيمه كبيره كلما كان لا شارج يعني كبير، كلما كانت القيمه صغيره كلما كان لا شارج صغير. وهكا كيمكن ليا انني نلاحظ بشكل سريع شكون هما لي سيلول اللي عندي فيهم اعداد كبار، وشكون هما لي سيلول اللي عندي فيهم قيم يعني صغار بشكل سريع باستعمال لا ميزون فورم كونديسيونيل. دونك ديجا يعني تكلمنا باش اننا نانولي واحد لا ميزون فورم كونديسيون، حيت الا جيت باغ اكزومبل لا زيت هادي ورديتها باغ اكزومبل 10 وفاليديت فاوتوماتيكمون لا شارج كيتزاد. دونك دائما هاد لي سيلول اللي انا سيليكسيونيتهم وطبقت عليهم هاد لا ميزون فورم، فدائما ديك لا ميزون فورم كتبقى خدامه طونكو انا ما سوبريميتش ديك لا ميزون فورم يعني في هاديك لا سيليكسيون ديال لي سيلول اللي انا يعني طبقت عليهم هاد الميزون فورم هادي. فباغ اكزومبل هنا عندنا واحد، دونك لاحظ فاش غادي نكتب باغ اكزومبل 15 فاوتوماتيكمون كيولي هاد لا سيلول يعني مشارجي واخد يعني القيمه ديال 15 من ناحيه لا شارج. دونك دائما كيفاش غنقدر انني انولي الميزون فورم كونديسيون اللي انا طبقتها؟ فما عليا الا انني نسيليكسيون يعني لي سيلول اللي انا طبقت عليهم الميزون فورم ونمشي لا كوموند ميزون فورم كونديسيونيل ابخي ندير ايفاسي لي ريغل. وفي ايفاسي لي ريغل كنلقى يعني جوج ديال الحالات، سواء ايفاسي لي ريغل دي سيلول سيليكسيوني وبالتالي غادي نمسح فقط لي ريغل على دوك لي سيلول اللي انا سيليكسيونيتهم، ولا ايفاسي لي ريغل دو لا فوي اونتي يعني انني غادي نمسح كاع لي ريغل اللي كاينين في هذيك لا فوي اللي انا خدام فيها. طونك انا خدام في لا فوي اللي سميتها ليست، فكاع لي ريغل اللي كاينين في هاد لا فوي هادي غادي يتمسحوا. دونك فوالا، انا غادي نختار فقط افاسي لي ريغل دي سيلول سيليكسيوني، وهكا اوتوماتيكمون غيحيد لي هذوك لي ريغل اللي كانوا مطبقين عندي في 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 لا سيليكسيون اللي انا سيليكسيونيتها اللي هي من جي 2 حتى جي 21. دونك فوالا، هذا فيما يخص لا بار دو دوني، وهذا فيما يخص الكوموند لا بار دو دوني. دونك ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نتوقفوا في هذه النقطه هذه حتى الحصه الجايه ان شاء الله اللي غادي ندوزو نشوفوا فيها بارتي جديده مع كوموند جديده. كان معكم سفيان من مدونه الخبير 24، الى الملتقى.